لها اليوم هي راح نكمل المحاضرة السابقة اللي كان درست فيها الكلوستريديوم. بدينا بالكلوستريديوم جينوس، أخذناها من ناحية الميكروبيولوجي الباثوجينيسيتي، أخذناها من ناحية الدياغنوسيس انفكشيوس ديزيز سيمتومز، أخذنا التريتمنت، وخصوصا كان تركيزنا على أول جينوس درسناه هو الكلوستريديوم بريفرنجس. المحاضرة هذه راح نكمل باقي الأنواع المهمة من ناحية الميديكال امبورتنس ان هيومن. راح الobjectives of this lecture explain and study the medical significance, prevention and treatment methods of the following Clostridium species. إحنا عندنا الجينس قلنا الكلوستريديوم وعندنا species. إحنا أخذنا البريفرنجز وناخذ three other species اللي هي البوتيولينوم التيتاني ديفيسيلي، يعني نسميه كلوستريديوم بوتيولينوم، كلوستريديوم تيتاني، كلوستريديوم ديفيسيلي. راح نبدأ بالكلوستريديوم بوتيولينوم. نجي على الأورغانيزم، إحنا الأشياء ما راح تكون غريبة علينا مثل ما درسنا بالمحاضرة السابقة، هي كلها جرام بوزيتيف جرام بوزيتيف لأن هي نفس الجينوس. أوبليجيت أن أيروب، أيضا أوبليجيت أن أيروب مثل ما درسناها بالجينوس. السبور فورمينج سبور، طبعا كلتهم فورمينج سبور. بالنسبة للكلوستريديوم بوتيولينوم بالذات نجي present everywhere، موجودة في كل مكان. resistant to heat light drying and radiation، أتوقع كل هاي الكلمات تعرفون معناها، يعني تكون مقاومة للحرارة وللضوء وللجفاف وللراديشن الإشعاع. specific condition for germination، تحتاج إلى ظروف خاصة حتى يصير بيها germination، حتى السبور ينمو يتحول إلى vegetative form. إيش تحتاج إلى؟ تحتاج إلى anaerobic condition، تحتاج إلى ظرف لا هوائي. الورمز تحتاج إلى حرارة أو دفو between 10 to 50 degrees centigrade. mild alkalinity يعني تحتاج إلى وسط معتدل القلوية. create spore that can remain dormant، اللي تنتج سبورات راح يكون هذا dormant بين سبات، فترة سبات مات for 30 years or more، يعني يكون ممكن هذا يقاوم السبور إلا 30 سنة أو أكثر بظروف، لأنه قلنا يقاوم الـ resistant heat, light, drying and radiation. أما سبور طبعا هذا سبور للكلوستريديوم بوتيولينوم. طبعا هاي الجملة الأخيرة هي معادة أو تجمع أكثر من جملة. سبور extremely resistant to environmental stress or stressor such as heat and ultraviolet light. واضح يعني الطلاب، يعني انتم كأطباء المستقبل ان شاء الله، يعني هذه البكتيريا من البكتيريا اللي كلش يعني لها حظوة بإحداث المرض، لانه السبور مالته يقاوم او يكون dormant for 30 years or more. نجي على التوكسين اللي تنتجه، تنتج نيوروتوكسين. 7 different types of toxins from A to G، يعني يقول A, B, C, D, E, G، نعدهم يطلعون 7. different types of effect different species all cause placid paralysis، يعني الرخو. راح أجيب لكم تعريفه بسلايد آخر إن شاء الله. only few nanogram can cause illness، يعني nanogram between 1 to 2 microgram. إحنا أكو مرات ينطي نانوغرام ومرات ينطيها بالمايكروغرام. few nanogram can cause illness. bind neuromuscular junction. neuromuscular junction تعرفوها أنت من الصف الثاني، أكو فوق junction مع الأستايلكولين اللي هو راح يكون between muscle and nerve. lethal dose 1 to 2 microgram. التوكسين destroyed by boiling، راح نشوف انه التوكسين هذا يتحطم بالغليان لكن لفتره معينه ما استنى يتحطم. spore higher temperature to be inactivated. لاحظوا هذه الصوره هي تمثل شكل البوتيولينوم. لاحظوا السبور موقعه طبعا يكون سب تيرمينال. لاحظوا هذه ال A B C D E F G، هاي ذكرناها 1 2 3 4 5 6 7، قلنا 7 different toxin حسب ما كنت ذكر بهذا الجدول حسب المصادر. يقول الهيومن يتأثر بالأي والبي والإي والإف، مصادر أخرى تقول حتى الجي يتأثر بها الهيومن.
هلا نبدأ بالمود اوف اكشن اوف نيوروتوكسين اوف كلوستريديوم بوتولينم. طيب نفهم فقط حالة معينة، اكو جسمنا بالنيورو اللي ذكرناها بالنيوروماسكولار جنكشن، هذا نيوروماسكولار جنكشن، هون عندنا هذا جنكشن، هذا تخيلونه هذا النيورو وهذا الماسكولار. اكو حتى يصير هذا الارتباط بين نيوروماسكولار جنكشن كود بروتينات اسمها سنير بروتين، هذه سنير بروتين او سناب ريسبتر، لازم موجود عندنا هذه البروتين من الجهتين، هذه البروتينات موجوده من الجهتين، موجوده من جهه النيورو موجوده من جهه المصل، المصل تكون از ريسبتر. هذه أشني هي عبارة عن بروتين فاميلي، R a large protein family، هي عائلة من البروتينات. The primary role of snare protein is to mediate vesicle fusion. هذه أشني وظيفة الرول مالتها، تكون تعمل vesicle fusion يعني تعمل فقط حويصلة للارتباط. The fusion أو للارتباط أو اتحاد. The fusion of vesicle with the target membrane. هذه راح تعمل على ارتباط مع التارجت ممبرين. لاحظوا عيني طلاب، هذه طبعا الانواع منها قبل لا نجي على الرسم، انواع منها راح تكون يسموها سينابتوبريفين وسينتاكسين اند سناب 25 وسنابتو تاجمين، كل هذه ايش راح يعمل؟ تعمل انكور مع المصل ممبرين. هذه لما تجي ذا بيست ستادي ستير are those that mediate a neurotransmitter disease of synaptic vesicle in a neuron. أكثر شيء درسوا هي موجودة بالجسم السنير بروتين أو الفامي، هذه البروتين فاميلي موجودة، لكن ما درست بالneurotransmitter release of synaptic vesicle in a neuron. لاحظوا طلاب عيني، هذه اللي ذكرتوها الأسماء، هذه سينابتوبريفين سينتاكسين سناب 25، هاي كلها تعمل زيبرينج، يعني تعمل مثل ما تذكرون الارتباط اللي شرحت لكم هو زيبرينج، مثل السحاب يربط بين شيء وشيء آخر، هوني راح يربط بين هذا الفيسيكل اللي راح تنتج، راح تطرح الاستايل كولين على الريسبترز اللي موجود بالمصل. طبعا هذه العملية عكسية ما حدرس كم هي، بس احنا راح نرتبط بهذه الخانة الأولى اللي هي أي. قلتوا أشيل هذه، بس قلتوا اللي يحب يطلع خلي يطلع، بس أنا أطلب منكم بس الأي فقرة الأولى الون والتو، وهذا البي ام معناته البلازما ممبرين. هنشوفه هوني احنا ايش علاقة هذا الموضوع اللي قلنا ندرسه مع نيوروتوكسين او كلوستريديوم بوتولينوم توكسين اللي قلنا هي 7 تايبس ستير بروتين اند ذا اكشن اوف كلوستريديوم نيوروتوكسين. هذه ستير كومبلكس شون اون ذا ليفت، هذه بجهة اليسار، لاحظوا ايش شون، هذه عندنا السينابتيك فيسيكل وهذه هي السنير كومبلكس، سنير كومبلكس اللي موجود دي هذه الأنواع اللي ذكرناها، طبعاً هو ذكر أربعة بس بالرسومات دائماً ينطون ثلاثة اللي هي هذه السينابتوبريفين، سناب 25، سينتاكسين. هذه راح ترتبط مع بعضها، راح تكون مثل حلقة ربط بين هذا البلازما ممبرين اللي هو موجود عندنا المصل البلازما ممبرين، وهون عندنا السينابتيك فيسيكل اللي هو جاي من النار. لاحظوا تجينا البوتولينوم توكسين from A to E، هاي ايش راح تعمل؟ تعمل تحطيم destroy للايش؟ لهذه الوحدات، للوحدات الفاميلي بروتين فاميلي اوف سينابتيك كومبلكس. لاحظوا، فلهذا لما تعمل هذه ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون يعني توكسين and the botulinum toxin that cleave specific snare protein as shown كان بلوك ترانسميتر ريليس، الترانسميتر اللي راح يعمل هذا الإحساس والإمبالس بتوين الترانسميت يعني من النرب إلى المصل راح تعمل له بلوك عن هذه الطريقة. طبعا هذه الصورتين هي للتوضيح أكثر، هذه النورمال فانكشن أوف سنير، هذه وقت عندنا الكلوستريديوم بوتولينوم. لاحظوا راح نشرح على الرسم، لاحظوا هذه عندنا السينابتيك فيسيكل حتى تيجي تطرح مالتها الأسيتايل كولين، يطرح يذهب الى المصل فايبر، مصل فايبر، وهذه طبعا موجود عندنا هذا النيرف تيرمينينج، وهذه عندنا المصل سيل. لاحظوا حتى تاخذ الاسيتال كولين لازم تتم هذه العمليه بكل مكوناتها مع هذه السنير بروتين، هذول الثلاثه الانواع اللي ذكرناهم، وهذه عندنا السينابتيك فيوجن كومبلكس، وهون راح ترتبط بمساعده السنير بروتين.
لما يجي عندنا الإكسبوجر تو بوتولينوم توكسين كلتها هذه ايش راح يصير بيها؟ تفكك مثل ما شفنا بالصوره اللي قبله. ايش راح يصير عندنا؟ نيورو ترانسميتر نوت ريليس، وانتهى الموضوع. الى حد هون افتهمنا عيني طلاب؟ قبل لا نكمل يجاوبني برسالة او يعني ان شاء الله نجي على الترانسميشن اوف الانجستين. اما يكون الاورجانيزم نفسه او السبور اللي هو دورمنت سبور او نوروتوكسين نفسه بعد ما يفرز. اتسمعوني لان اشر عندي الانترنت ضعيف؟ دكتور نسمعكي يعني ان شاء الله. طبعا طريقه اخرى للترانسميشن الوند كونتامينيشن. الوند كونتامينيشن يعني تلوث الجروح. انهاليشن الاستنساق الاستنشاق عفوا. البيرسون تو بيرسون نوت دوكيومنتد، يعني ماكو نقل هذا المرض ما مثل الست الفيروس من بيرسون تو بيرسون، هذه جود رول. لكن هون بيرسون تو بيرسون نوت دوكيومنتد. الديزيز ان هيومن، الديزيز ان هيومن اكو ثري فورمز اوف بوتولينوم ديزيز، الفوت بورن، الووند، الانفانت. اول فورم فيتال، كل تقاتله اند ا ميديكال امرجنسي، وتحتاج الى رعايه صحيه طارئه. الانكوبيشن بيريد مالتها بين 12 تو 36 اورز، يعني بعد ما نتعرض للانجستشن الاورجانيزم سبور او نيوروتوكسين او للوند كونتامينيشن او للانهيليشن تحتاج انكوبيشن بيريد بين 12 تو 36 اور. نجي على الفود بورن بوتوليزم. من الفود بورن نعرف انه الغذاء هون perform toxin ingested from contaminated food، يعني غذاء ملوث. أي متى يصير هذا الغذاء ملوث؟ إحنا مرات بالبيوت إيش نعمل؟ نعلب بعض الأغذية، نعمل ترشي، نعمل كذا. قد يكون فقط طريقة غير صحيحة أو فقط طريقة تخزين غير صحيحة. حتى عملنا نمص common form home canned food، هذه تكون هي أكثرها شيوعا. عندنا بعض المواد اللي هي يعني بعض الأغذية مثل اسبرغاس اللي هو الهيليوم، احنا ما نستخدمه اعتقد احنا يعني كموصل او كعراق ما نستخدمه. هذا الجرين بيس الخضراء اللي يعني الفاصوليا الخضراء، البيتس البنجر الكورن واضحه، الباكيت بوتيتوز المخبوزه البطاطا المخبوزه، الجارليك الثوم، التشيلي بيبرز الفليفله الحاره، التوميتوز. نجي على الووند بوتوليزم. اورجانيزم انتر ووند، يعني راح يصير تلوث ويدخل الى الوونز جروح دي بلوب اندر ان ايروبيك كونديشن، لازم يصير له ظرف ان ايروبيك كونديشن فورم فروم جراوند ان ديرت اور كرافل ات داز نوت بنتريت انتاكت سكين، يعني هو التلوث يكون من الارض ومن الحصى ومن هالاشياء، ولازم يتوفر له ان ايروبيك كونديشن حتى يصير بها هذه تصير تنتج الجيلوتوكسين. الانفانت بوتوليزم most common form in U.S. من United States. Spore ingestion terminated then toxin release and colonized large intestine. يعني هاي الخطوات اللي ذكرناها قبل بشوية. الانفانت أقل من واحد سنة حوالي 94% باللي عمره أقل من 6 أشهر. يعني هو أقل من سنة يعني سنة 12 شهر. في حالة أنه أقل من 6 أشهر 94% يكون يعني متعرضون لهذا البوتوليزم. Spore from barred source، أما من هوني إحنا الطفل نطعمه عسل، والعسل نعرف أنه موجود يعني طريقة صناعته وطريقة هذه، ممكن أنه يتعرض إلى تلوث من التلوث بالسبورات. الفود الدست الكورن سيرب، يعني شراب الذرة أيضا ممكن أنه يعني هذه الأشياء اللي ذكرناها ممكن أنه تنقل للطفل وليد، وبعدين سيب بها جرمينات، وبعدين توكسين ريليز and colonized large intestine. The clinical signs nausea, vomiting, diarrhea، تعرفوا معانيها، غثيان، إسهال، double vision يكون رؤية مزدوجة، difficulty speaking or swallowing يعني الكلام والبلع، descending weakness or paralysis، shoulder to arm
سينس تو كالبس. أي أطلق على المصطلحات أنت بتعرفوها من التشريح. سيمتريكال فلاسيد باراليسيس. ها قلت لكم بدي أعرف لكم هي إيش معناتها. نيورولوجيكال كونديشن كاركترايز باي ويكنس أور باراليسيس أند ريديوس مسل تون. يعني مثل الشلل الرخو. ريسبيراتوري مسل باراليسيس. وهذه طبعا قد تكون صور نفس الكلمات موجودة هون أو هي كلها شيء مكمل لبعضها. اللي أريد أقوله أنه هي مجرد إصابة بكتيرية. الأعراض مالتها اللي تتكون النوزيا هي أمراض أخرى كأنه أمراض أخرى تعمل إلى مضاعفات أخرى. زين infant clinical signs constipation lethargy poor feeding يعني constipation إمساك. لترجي معناته خمول. poor feeding يعني ما يقدر لأن السكينج راح يكون مالته ضعيف. weak cry حتى البكاء مالته يكون ضعيف. bulbar palsies اللي هو إيش معناته هذه راح يكون عندنا الشلل البص يعني بالترجمة ما أريد أترجمه خلينا نقرأ بالإنجليزي أحسن. refer to a set of signs and symptoms linking to the impaired function of the lower cranial nerve. يعني الأعصاب القحفية السفلية أو هكذا معناها typically caused by damage of their lower motor neuron or the lower cranial nerve itself failure to drive. وهذه الأعراض يعني ممكن أنتم clinical symptoms ممكن أنه تتعلموها من هسه أو تشوفوها. يعني هذه الأمراض خصوصا بالكلوستريديا جينوس كل الكلينيكال سيمتومز هي أهم من دايجنوزيس الكلينيكال ساينس. لاحظوا مثل ما قلت الكلينيكال ساينس توكسين إن سيرم طبعا هذه هاي تحتاج إلى لابوراتوري دايجنوزيس. توكسين إن سيرم استول يعني أقصد التوكسين موجود بالسيرم وبالستول وبالجاستريك أسبريت. سسبكتد فود الأكل اللي كان أكله كلتشر أوف استول أو جاستريك أسبريت تيك 5 تو 7 دايز. طبعا اذا ما تعتمد على الكلينيكال ساينس انت كثير رايح تاذي المريض اذا ما حتعتمد على الحاله لانه الكلتشر راح ياخذ 5 إلى 7 أيام. اشقد هذا راح يعاني من المرض واشقد يصير عنده مضاعفات اذا احنا انتظرنا للابوراتوري دايجنوسيس. اكو فحص اخر الكترومايوغرافي اولسو دايجنوستيك هو الكهربائيه والكذا لان هو قيصيغ فقد باراليسيس ويصير فقد يعني له علاقه بالنيورو ترانسميتر. ماوس نيوترلايزيشن تيست هذا بين 1 إلى 4 أيام وبالنص نقول 48 أورس. خليت لكم صورة شلون يعني يأخذون التوكسين ويحقنونه بالماوس ويشوفون الريزلت between يعني 1 to 4 days أو in between 45 hours. The treatment للبوتوليزم intensive care immediately ventilator for respiratory failure لما يصير فشل بالتنفس يحتاج إلى ventilator botulinum antitoxin يعني antitoxin يعني أشياء تعطى ضد التوكسين derived from a queen source من الخيول والCDC هي إيش معناتها الcontrol disease center هذه يعني تكون لازم تكون مرخصة distribute use on a case by case يعني هذه ما ينطوها مباشرة لازم تكون لأنه هاي فقد أشياء biological material تنعطي لأنه خصوصا هي مثل اللقاحات أو antitoxin هذه كترياق فهذه تكون بترخيصات معينة يسموها CDC اللي هي من ال control disease center. botulism immunoglobulin راح يكون أدنى infant case of type A and G يعني أكو immunoglobulin تأخذ وتنعطي immunoglobulin اللي هي تكون ضد ال A and G types of toxin. طبعا حتى نضحك شوية ونتونس أو نشوف أنه أكو فائدة بهذه أنا ما كنت أتوقع أني يعني أنه Clostridium botulinum فقط يوم واحد نضطي فقط شيء مفيد. The benefit of Clostridium botulinum hypothesis بوتوكس هسه على البنات والأولاد كل تونا يغطون أو يعملون softness للwrinkled
space. البوتوكس is a drug made from the toxin produced by bacterium Clostridium botulinum. It is the same toxin that causes like threatening types of food poisoning called botulism. ونفس التوكسين. Doctor use it in a small dose, يعني يأخذون فقط جرعة قليلة to treat health problems, including temporarily smoothing of facial wrinkles. And improving your appearance. يحسنون مظهر الوجه. نجي على الثاني وحدي genus number two أو species number two in this lecture. Clostridium titani. التيتاني إيش معناته؟ تعمل تيتانوس. التيتانوس أشنو إعرابه؟ إحنا كم سمعنانه وأنتم بالأحياء كنا خدتم القزاز. نجي على البكتيريا نفسها، طبعا نفس الحالة راح نعيد ما ذكرناه بالجينوس anaerobic gram positive spore forming bacteria. هاي نعوفة. Spore found in soil, dust, animal feces may persist for months to years. ذكرنا تذكروا بتولينام Clostridium botulinum ذكرناها إنه السبور معناته يقاوم يكون dormant more than 30 years. هون لا from months to years يعني سنوات. Multiple toxin produced with growth of bacteria. طبعا راح نجي على التوكسين اللي راح تنتجه Clostridium titani. Produce two types of exotoxin اللي نسمينه تيتانولايسين and تيتانوسبازمين. Titanolysin is not known with certainty. ما معروف إشنو يعني باليقين أو بالتحديد. Titanospasmin is a neurotoxin and cause the clinical manifestation of tetanus. هو راح يكون المسؤول عن القزاز. Titanospasmin estimate human lethal dose between 2 to 5 nanogram لكل كيلوغرام. طلاب عيني. لما نشوفون الليتال دوز انتم لازم تعرفون اذا الوحده مالته اوبر اشقد هوني بالنسبه لهذه الحاله بالتيتانوس يكون between 2 to 5 نانوغرام وخصوصا النانوغرام دائما تكون بير كيلو جرام. لاحظوا هذه الاشكال هالصور هي هذه هي شكل التيتانوس يكون تيرمينال سبور معناتها وتكون از درامستيك سبور اند بكتيريا اوف كلوستريديوم تيتاني وذ ذا تيبيكالي درامستيك شيب. لاحظوا مثل عصا الطبل تكون بهذا الشكل. هذه صور حقيقية وهذه صور توضيحية يعني. مع أشلون راح يشتغل هذا التيتانوس باثوجينيز؟ بالانيروبيك كونديشن allow germinate of spore and production of toxin. بعد ما يكون انيروبيك كونديشن حت يسمح له إنه تكون التوكسين. Toxin bind in central nervous system. راح يرتبط مع central nervous system CNS. Interfere with the neurotransmitter release to block inhibitor impulse. لاحظوا الخط مالته خلينا نكمل القراءة. Lead to unchallenged muscle contraction and spasm. يعني راح يصيغ tension وراح يصيغ يعني بدون مقاومة يعني بس مجرد طش لهذه راح يصير راح نشوفها بالصور راح تتوضح أتكم أكثر. هذا عندنا تيتانوس توكسين وهذه عندنا النيورو ترانسميتر جنكشن وهذه عندنا الموتور نيورون اللي أنت يمكن درستها. من الأكسون راح يجي على البادي مالته وإيش راح يصير إنهبيتري نيورو إنتر نيورون يعني راح يكون ماكو ارتباط مع خلية أخرى. نجي على التيتانوس كلينيكال فيتشر انكوبيشن بيريد بتوين 3 تو 21 دايز ان بتوين 8 دايز. 3 كلينيكال فورمز عندنا اللوكال يكون انكمان غير شائع ان السيفاليك يكون نادر رير الجنرالايز راح يكون ماست كمان. الجنرالايز تيتانوس ديسندينج سيمبتومز اوف رايس ماس اللي هو اللوكتو راح نشوفه كلته بالضبط. On spasm continue for 3 to 4 weeks. Complete recovery may take months. يعني حتى يكمل الشفاء مالته يأخذ تقريبا شهر. راح نشوف هذه النيونيتال تيتانوس. Generalized tetanus newborn infant. Infant born without protective passive immunity. إحنا نعرف هذه.
الهاي فيتاليتي ريت وذاوت ثيرابي راح يكون معدل الوفاة بدون علاج استيميت تقريبا 270,000 ديث وايلد وورد ان 1998. لاحظوا هذه كلتها الستوب فاكينج ذا بريست عندنا spasms when touched عندنا stiff muscle all over the body. ولاحظوا هذه التيتانوس كومبليكيشن تكون عندنا لارينجو سبازم يعني راح يصير تشنج بالحنجرة فراكتشر راح يصير عندنا كسور هايبرتنشن ضغط نوزوكوميال انفكشن راح يكون أيضا عندنا pulmonary embolism and aspiration. The pulmonary aspiration is when you inhaled food أو stomach acid or saliva into your lung. هذه راح تكون عن طريق الإسوفاجس بالرجوع إلى يعني travels back up from stomach to esophagus وديث. وطبعا هاي الصور توضح. عندنا التيتانوس توكسويد. إيش معنى التيتانوس توكسين؟ هو attenuated توكسين. توكسين المضاعف. عندنا السكيدجول مالته يعني طبعا التوكسيد هو حتى مثل ترياق يعني يكون او مثل يعطى ك يعني كبريفنشن فورمالين ان اكتيفيتد تيتانوس توكسين يعني هو بالفورمالين ان اكتيفيتد يضعفون تيتانوس توكسين سكيدجول مالته 3 اور 4 دوزز زائدا بوسترز البوستر افري جرعه تعزيزيه افري 10 ييرز الفعالية مالتها تكون 100% لديوريشن approximately يعني الفترة اللي تأخذها كprevention 10 years should be يعني ينطعطونه administered with diphtheria toxoid. لاحظوا diagnosis of tetanus. طبعا diagnosis قلنا احنا خصوصا مع Clostridium genus راح يكون عن طريق clinical features. هون عندنا clinically it is confirmed by noticing the following features. هذه following features هون لاحظوا هذه يسموها يعني ضحكة معينة أو فقط شيء كأنه سخرية هي. وهون عندنا اسم غريب شوية rhesus sardonicus or fixed sneer. أيضا عندنا اللوكجو هذه هي اللوكجو كأنه فقط فتحة بالفم ما يسيطر عليها نتيجة التشنج المصي. عندنا هون هذا الطفل لاحظوا التقوس هذا شلون يكون هذا اوبسيتوسونوس فيتشر. وأيضا عندنا هذه كلها جمعتوها في صورة واحدة أو هي موجودة على الإنترنت في صورة واحدة. ولاحظوا أيضا عندنا النيك ريجيديتي لاحظوا هون هذه النيك ريجيديتي كل تيبس أو stiffness in muscle. Method of diagnosis based on the patient account and physical finding. يعني هي هذه اللي شفناها أن physical finding اللي شفناها clinical symptoms هي كلها نعتمد that are characteristics of the disease. Diagnosis study generally are of little value. يعني الأخرى diagnostic يعني laboratory study يقول little الأخرى little value لأن إحنا عنشوفها واضحة بالنسبة لنا. As culture of the wound, يعني هي little value راح تكون as culture of wound. يعني إحنا دريج نعمل زراعة يعني كبكتيريولوجي للwound هاي تكون little value. ليش؟ لأنه مرات تنطينا negative for Clostridium tetanus بثلثين الحالات two-thirds of the times. When the culture is positive, لما تكون عندنا culture positive, it confirms the diagnosis of the tetanus. يعني ممكن انه تطلع بوزيتيف بالثلث الاخر من الحالات هذه راح تعزز انه التشخيص مالتنا صحيح. Tests that may be performed include the following. Culture of the wound site may be negative even the tetanus is present. يعني مرات ينطينا نيجاتيف وهو التيتانوس موجود فلهذه الاسباب يكون little value. التيتانوس انتي بودي تيست ممكن هذه اكو فقط كتات خاصه نشوف الانتي بودي تيست نعمل بها الانتي بودي تيست. Other tests may be used to rule the
يعني رول اوت حتى نستبعد، يعني نعمل فحوصات اخرى حتى نستبعد المنينجايتس الريبس. مادة سامة اسمها ستريبتينين بويزنينج اور اذر ديزيز وذ سيميلر سيمبتومز. ليش نعمل هذه الاذر؟ حتى نستبعد هذه الاشياء. ليش نريد نستبعدها؟ لانه الاعراض مالتها تكون سيميلر سيمبتومز متشابهه. كلينيكال تريتمنت، if treatment is not sought early, the disease is often fatal. يعني إذا ما أعطينا العلاج بشكل مباشر راح ممكن يكون المرض هذا قاتل. The bacteria are killed with the antibiotics such as penicillin or tetracycline. Further toxin production is thus prevented. حتى تمنع من إنتاج التوكسين. لأن من تقتل البكتيريا من واحد ينتجها ما يعني تقتل البكتيريا ماكو توكسين لأنه ماكو إنتاج التوكسين. The toxin is neutralized with the shot of tetanus immunoglobulin اللي ذكرناها كمناعة. Other drug may be given to provide sedation, relax the muscle and relieve pain. يعني أكو أدوية نعطيها sedation مهدئة relax تعمل relaxation للمصل استرخاء and relieve pain سكن الألم. Due to the extreme potency of the toxin, immunity does not result after the disease. يعني ماكو مناعة بعد المرض. نجي على آخر species اللي هو difficile, Clostridium difficile. الميكروبيولوجي مالته أيضا نفس ما ذكرنا. Gram positive spore forming bacilli rod obligate anaerobe part of the GIT flora تكون هي أصلا موجودة ك GIT flora تكون طبيعية. النسبة مالتها بالأدات 1-3% بالأقل من 12 months تكون 70% of children. Some strain produce toxin A and B. Toxin producing strain cause Clostridium difficile infection. طبعا هاي infection صارت مرتين سأمسح الكمية إن شاء الله. هذه يعني عادة صارت. حتى أوضح ليش كتبت الكمية حتى أوضح الكم يجيكم فقط مختصر CDI هو Clostridium difficile infection. CDI يعني راح نشوفه باستعدادات أخرى. CDI معناته هو Clostridium difficile infection. هسه شوف Clostridium difficile infection range from mild, moderate to severe and even fatal illness. ممكن تكون خفيف، ممكن يكون معتدل، ممكن يكون شديد، ممكن يكون قاتل. يعني من هو الإصابة بالClostridium difficile infection؟ شلون راح تعمل هذا المرض Clostridium pathogenesis؟ أول شيء ingestion. Step 1 ingestion of the spores transmitted from other patients. Step 2 germination. يعني راح يصير نمو أو germination للسبور into growing vegetative form. هذا ال vegetative form راح يعمل alter lower intestine flora due to the antimicrobial use. إحنا أشنو سبب أصلاً سبب Clostridium difficile infection؟ أصلاً تتنشط لأنه هي موجودة كمايكروفلورا. راح نبدي إحنا لما الواحد يأخذ أنتيبايتك لفترات طويلة إيش راح يصير عندنا؟ due to antimicrobial use allow proliferation of Clostridium difficile in colon. Step 4 toxin B and A production lead to colon damage. راح يعمل هذا التوكسين colon damage plus minus pseudo membrane. لاحظوا عندنا هذه الصورة توضح هون pseudo membranes هوني ulcerative colitis. هذا راح يكون النورمال، هذا راح يكون المصاب الانسيتيف كولايتس. لاحظوا هذه صوره توضيحيه، تقرؤون هذه الجهه وهذه الجهه. هذه الجهه راح تكون واضحه ايش راح تعمل. لاحظوا عندنا بعد ما الفيجيتيت فورم اوف كلوستريدوم ديفيسيلي راح تنتج لنا توكسين اي اند بي راح يجي يهاجم. طبعا اي متي بعد ما كان اخذ راح نشوفه بالسلايد بعد بالضبط يمكن اخذ ايش الاسباب اللي تكون هذه الحاله. المهم البكتيريا اللي هي Clostridium difficile اللي تنتج ريليز توكسين A and B ايش راح يعمل هذا يعني لوكال برودكشن ايش راح يعمل هيدرولايزيك انزيم ليد تو كونكتيف تيشو ديجريديشن ليدنج تو كولايتس سيدو ممبرينس اند ووتري دياريا. وايش يعمل قبله اوبننج ذا ابيثيليال سيل جانكشن اند ابيثيليال سيل ابوستوسيس. أشرح يعمل هذا الجنكشن بين الأبيثيليا اللي موجود as a normal هالشكل. هذا التوكسين الـ A والـ B أشرح يعمل the opening of epithelial junction and epithelial cell apoptosis تموت. بعد ما هذه تموت راح يصير watery diarrhea.
هذا كله ايش راح يعمل؟ راح يعمل ديجريديشن للطبقه اللي تحت الكونكتيف تيشو ديجريديشن. هذا ايش بالنتيجه اللي راح يكون؟ السينو ممبرينس فورميشن, راح يكون الحاله يسميها ليدنج تو كولايتس سينو ممبرينس فورميشن. لاحظوا الانتي مايكروبيال اللي ريليتد الكليندامايسين, امبيسيلين, اموكسيسيلين, سيفالوسبورين. ايضا عندنا الليس كمان اللي ريليتد اللي هي السلفا, المايكروليدز, الكاربونيم وهكذا. والان كمان اللي ريليتد تقراوها كلها هذه. وايش قد احنا راح تكون عندنا الامونج سيمبتوماتيك بيشنت وذ سي دي اي يكون 96% ريسيفد انتي مايكروبيال وذين 14 days before honest, 100% receive antimicrobial within the previous 3 months. Risk factor, ذكرت لكم هي قبل بشوية, إنه exposure to antimicrobial prior to the 3 months, exposure to healthcare prior to the 3 months. عندنا infection with toxigenic strain of Clostridium difficile, the old age, يكون أكبر من 64 years, underlying illness, immunosuppression and HIV, chemotherapy, tube feeding and gastrointestinal surgery, exposure to gastric acid suppression medication. Symptoms, راح يكون عندنا watery diarrhea, loss of appetite, قلة الشهية, fever, nausea, abdominal pain and cramping. طبعا هوني انت مقرأوا هذا الجدول. هوني عندنا التست MLT feed, MLT market testing of CDI, التستين توكسين, وعندنا الأورغانيزم ID. تستين توكسين, حتى نعمل تستين للتوكسين اكو بعض الفحوصات مثلا انزيم اميونو السي, هذا المختصر معناته EIA, هذا يكون less sensitive فما يفيد لأنه واحد لستنسل. هون عندنا التشو كلتشر سايتوتوكسيستي أسي, يكون كلش مليح هذا الفحص مالته لكن يكون إكسبنسيف. الأورغانيزم أكو أهم فحص هو البي سي آر, هذا رابيد سنسيتيف ديتكت بريزنس أوف توكسين جين, لكن شنو الديفكت مالته يكون إكسبنسيف ما كل الناس تعمله. عندنا الستول كلتشر راح يطول ايضا, هو يعني احنا اصلا يعني ما يعني والكلينيكال فيه اهم, لما تجي بوز من اللابوراتوري دايجنوست تجي بوز راح تعمل تعزيز للتشخيص مالتنا. ايضا هون الستول كلتشر راح تاخذ بين 48 تو 60 تو 96 اور. طلاب اتمنى لكم التوفيق, واذا اي احد عنده سؤال انا انتظر من عندكم. طلاب أريد أسمعكم.